أبنائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، أعزائي المشاهدين جميعا، نرحب بكم في هذه الحلقة من دروس الفيزياء. كنا في الحلقة السابقة قد تطرقنا لموضوع توازن جسم صلب خاضع لتأثير قوى مستوية متلاقية وأيضا مثلث القوى، وفي هذه الحلقة سوف نتطرق لبعض التطبيقات على مثلث القوى. أبنائي، توقفنا في الحلقة السابقة عند طريقة مثلث القوى. نذكركم أبنائي بهذه الطريقة قبل البدء بالطريقة التحليلية من خلال حل المثال التالي. كما في المثال السابق في الحلقة السابقة، يتزن جسم ممثل بالنقطة ميم وزنه 20 نيوتن تحت تأثير حبلين، أحدهما يشده في الاتجاه الأفقي بقوة شد مقدارها شين واحد، والآخر يشده في اتجاه يصنع زاوية 60 درجة مع الاتجاه الرأسي و30 درجة مع الاتجاه الأفقي بقوة شد شين 2 كما هو موضح في الصورة. احسب قوة الشد في كل حبل بطريقة مثلث القوى ثم بالطريقة التحليلية، هذا هو المطلوب عزيزي الطالب. قبل البدء بالحل نذكركم أبنائي الطلاب بالعلاقات الرياضية الخاصة بمثلث القوى. انظر إلى المثلث كما في الصورة، ومن المثلث قاف واحد على الضلع الليف باء يساوي القوة قاف اثنين على الضلع باء جيم، وأيضا القوة قاف ثلاثة على الضلع جيم ألف تساوي المقدار السابق قاف اثنين على الضلع باء جيم. ويمكن أيضا أن نستبدل طول الضلع بدلالة جيب الزاوية المقابلة، وتكون العلاقة على الصورة القوة قاف واحد على جيب الزاوية المقابلة لها جيب الزاوية ثيتا واحد، هذا المقدار يساوي القوة قاف اثنين على جيب الزاوية المقابلة للقوة قاف اثنين وهي جيب ثيتا اثنين أو جاء ثيتا اثنين. هذا المقدار بدوره يساوي القوة قاف ثلاثة على جيب الزاوية المقابلة لقاف ثلاثة وهي جا ثيتا ثلاثة. بعد أن ذكرناكم بالعلاقة الخاصة بمثلث القوى، نعود لحل المثال. نرى في الصورة أن الجسم الممثل بالنقطة ميم تؤثر فيه ثلاث قوى غير متوازية، هي الوزن واو وقوة الشد شين واحد وقوة الشد شين اثنين، وهذه القوى واقعة في مستوى واحد هو المستوى الرأسي. وواضح أن الشرط الثاني من شرطي التوازن محقق، وهو أن هذه القوى الثلاث تتلاقى في نقطة واحدة، وهذه النقطة هي النقطة ميم. بما أن الجسم متوازن فرضا، إذن بموجب الشرط الأول للتوازن لابد أن يكون المجموع الاتجاهي للقوى المؤثرة فيها يساوي صفر. وبيانيا بالرسم نحصل على مثلث مغلق هو مثلث القوى، ولإيجاده نرسم من النقطة ميم متجه الوزن واو الذي مقداره 20 نيوتن متجها رأسيا نحو الأسفل، ومن نهاية شين واحد نرسم المتجه شين اثنين فتنطبق نهايته على بداية متجه الوزن واو.
فنحصل بذلك على مثلث القوى. وللحصول على قيم شين واحد وشين اثنين يفضل أن نطبق العلاقة بين مقدار القوى وجيب الزاوية المقابلة، لأن زوايا المثلث الثلاث معلومة هنا، وهي 30 درجة و60 درجة و90 درجة. إذن يصبح لدينا الوزن واو على جيب الزاوية 30 أي جا 30، هذا يساوي قوة الشد شين واحد على جيب الزاوية 60، ويساوي أيضا قوة الشد شين اثنين على جيب الزاوية 90 درجة. وبالتالي حيث أن جيب الزاوية 30 يساوي نصف، وجيب الزاوية 60 يساوي جذر 3 على 2، أما جيب الزاوية 90 فيساوي 1. بعد التعويض بهذه القيم في العلاقة الموضحة بالشاشة، من النسبة الأولى والثانية كما تلاحظون الوزن 20 على نصف يساوي شين واحد أي قوة الشد شين واحد على جذر 3 على 2، بعد اختصار الاثنين من طرفي المعادلة يبقى أن 20 على 1 وتساوي 20، هذا يساوي شين واحد على جذر 3، ومنها شين واحد تساوي 20 في جذر 3 بعد أن ضربنا الطرفين في الوسطين، إذن قيمة شين واحد تساوي 20 في جذر 3 نيوتن. ومن النسبة الأولى والثانية نوجد شين اثنين، حيث 20 على نصف يساوي شين اثنين على 1. لاحظ هنا أن مقام المقام بسط، إذن 2 في 20 تساوي 40، إذن شين اثنين تساوي 40 نيوتن. ثانيا الطريقة التحليلية، بالإمكان أبناء الطلاب الوصول إلى نفس النتيجة وذلك باستخدام الطريقة التحليلية، وذلك عن طريق تمثيل هذه القوى اتجاهيا على محاور الإحداثيات والتي تميل بزاوية على محور سين، ومن ثم تحليلها إلى مركبات على محور سين ومحور صاد. للتوضيح أكثر تابعوا معنا حل المثال السابق بهذه الطريقة في الفقرة التالية. ثانيا الطريقة التحليلية، بالإمكان أيضا أبنائي الوصول إلى نفس النتيجة وذلك باستخدام الطريقة التحليلية، وذلك عن طريق تمثيل هذه القوى اتجاهيا على محاور الإحداثيات ومن ثم تحليلها إلى مركبات على محور سين ومحور صاد. للتوضيح لاحظوا معنا حل المثال بهذه الطريقة، يمكن رسم المحاور سين وصاد، ومن ثم يمكن تمثيل متجهات القوى على المحاور، ومنها كما في هذا المثال القوة شين واحد في اتجاه محور سين السالب، والقوة واو أي الوزن في اتجاه محور صاد السالب والتي تساوي 20 نيوتن. أما القوة المائلة بزاوية 30 مع المحور سين فنحللها إلى مركبتين، المركبة الأولى في اتجاه المحور سين الموجب والتي نسميها شين اثنين في اتجاه سين أي شين اثنين سين، والتي تساوي حاصل ضرب القوة شين اثنين في جيب تمام الزاوية 30 درجة، أي أنها تساوي شين اثنين في جتا الزاوية 30 درجة. أما المركبة الأخرى للقوة شين اثنين والتي تمثل على محور صاد الموجب فتسمى شين اثنين صاد، والتي تساوي شين اثنين في جتا الزاوية 30
هذه هي مركبتها على المحور صاد. والخطوة الأولى هي كتابة قانون الاتزان على محور سين، والذي ينص بصورة رياضية على أن مجموع القوى التي عددها نون قوة في اتجاه المحور السيني، أي ميج قاف نون سين يساوي القوة شين اثنين في اتجاه سين زائد شين واحد في اتجاه سين يساوي صفر، ونسميها العلاقة واحد. أو مجموع قاف نون سين، أي مجموع القوى في اتجاه محور سين والتي عددها نون قوة، يساوي شين اثنين سين زائد شين واحد سين ويساوي صفر، بمعنى أن المجموع الجبري للمركبات السينية للقوى المؤثرة يساوي صفر. أما قانون الاتزان في اتجاه المحور صاد، فنقول مجموع قاف نون صاد، أي مجموع القوى التي عددها نون قوة في اتجاه صاد، يساوي شين اثنين صاد زائد شين واحد صاد زائد واو يساوي صفر. بمعنى أن المجموع الجبري للمركبات الصادية للقوى المؤثرة يساوي صفر. بتطبيق عزيزي الطالب العلاقتين الأخيرتين، نجد أن المجموع الجبري للقوى قاف نون في اتجاه المحور سين يساوي قوة الشد شين اثنين سين، أي في اتجاه سين الموجب، ناقص شين واحد سين، أي قوة الشد شين واحد في اتجاه محور سين السالب، لذا فإشارتها سالبة. بعد التعويض عن شين اثنين سين بمركبة القوة شين اثنين، وهي شين اثنين في جتا 30 درجة، ناقص شين واحد يساوي صفر، ونسمي هذه العلاقة العلاقة واحد. أما العلاقة الثانية فتصبح مجموع قاف نون صاد، أي مجموع القوى التي عددها نون قوة في اتجاه محور صاد، فتساوي شين اثنين صاد ناقص واو أي الوزن، لأنهما في اتجاهين متعاكسين، وبالتالي نعوض عن شين اثنين صاد بمركبتها وهي شين اثنين في زاوية 30 ناقص قيمة واو وهي تساوي 20 نيوتن، الناتج يساوي صفر، وتسمى هذه العلاقة العلاقة رقم 2. لاحظوا أبنائي إننا وضعنا العلاقة شين اثنين سين تساوي شين اثنين في جتا 30، ووضعنا أيضا شين اثنين صاد بشين اثنين في جتا الزاوية 30. بما أن شين واحد سالبة، وسالبة لأنها واقعة على محور سين، فليس لها مركبة على محور صاد، فتكون شين واحد تساوي شين واحد سين. أيضا واو تساوي واو صاد سالبة، لأن قوة الوزن واقعة على محور صاد، فليس لها مركبة على المحور سين. من المعادلة 2 نجد في هذه المعادلة شين 2 في جتا 30 ناقص 20 تساوي صفر، شين 2 في جتا 30 تساوي شين 2 في نصف وتساوي 20 نيوتن، ومنها شين 2 تساوي 20 على نصف، ومقام المقام بسط، إذن تصبح 2 في 20 وتساوي 40 نيوتن، أي أن شين 2 تساوي 40 نيوتن كما حصلنا عليها في الطريقة الأولى. بعد التعويض عن شين 2 في العلاقة 1، نجد أن شين 1 تساوي شين 2 في جتا 30، وتساوي نعوض عن قيمة شين 2 بما حسبناه والتي كانت تساوي 40 نيوتن، وبالتالي شين 1 تساوي 40 في جذر 3 على 2، وبالتالي نختصر الاثنين مع الأربعين، فتكون شين 2 تساوي 20 في جذر 3 نيوتن.